تصاعدت الأدخنة في مدينة تعز وضجت شوارعها بأصوات الرصاص والاشتباكات التي زادت حدتها منذ الدقائق الأولى للهدنة المفترضة، هدنة لم تتوانى ميليشيا الحوثي والمخلوع في خرقها كعادتها في هدن سابقة من خلال القصف الذي تشنه من أماكن تمركزها في السلال وسوفيتيل والحوبان والخمسين والستين. وأبلغت القادة المباشرين في الميدان على احترام الهدنة وتوقيف اطلاق النار، لكن فاجأنا أو نفاجأ أن العدو لا يلتزم بهدنة، يعني كما هو حاله سابقا لم يلتزم بعهد ولا بهدنة ولا باتفاق، يضرب في كل اتجاهاته على كل الجبهات. ثلاثة شهداء هم من سقطوا يوم أمس فقط، فيما أصيب 19 آخرون بسبب القصف على الأحياء السكنية وحالات القنص من الأحياء القريبة من خطوط التماس على أطراف المدينة. تعزيزات كبيرة دفعت بها الميليشيا لعناصرها ترافقت مع تصعيدها الهادف لاستعادة مواقع خسرتها هناك، في وقت تقول قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إنهم لن يسمحوا للميليشيا باستغلال الهدنة لتحقيقه.